لكن الإحالات الأخيرة على القضاء ربما تأتي إجابة مباشرة من الرئيس سعيد لقطع الطريق على هذه المبادرات. بالتأكيد، يعني لن يبقى الرئيس صامتا، سيدافع عن نفسه إلى آخر رمق في تقديره، هو والجهة التي تقف خلفه طبعا. ومثل ما قال الأستاذ القديدي، يعرفون جيدا أنهم سيحاسبون، لذلك هم الآن يدافعون عن موقعهم، يدافعون عن استمراريتهم، يدافعون عن رئيس الجمهورية. ليس من الموقع أنه صحيح، يعني أي عاقل في تقديري لما يشهد ما يفعله رئيس الجمهورية الآن، ما يخطط له، ما يعلن عنه، ما هي الخطوات التي يتخذها إلى حد الآن لحالات القضاء، الإفلاس في المستوى المالي، في المستوى الاقتصادي، في المستوى السياسي، في المستوى القانوني، في المستوى الانتخابي، في المستوى الدستوري، في كل المستويات، حتى في المستوى الهيكلي داخل الدولة. لدينا وزراء، نحن في الحكومة الآن مالين بلاصتهم كما يقال، لدينا وزراء ينفذون ويقررون ما يمكن أن يقرر. اليوم البلاد معطلة يومين أو ثلاثة، لدينا وزير نقل تحرك لإنقاذ الموقف مثلا قبل أن تحصل هذه الكارثة. العاصمة التونسية في مدنها الخمسة الآن معطلة منذ 3 أيام تقريبا أو يومين على الأقل، يمكن يستمر الأمر حتى الغد. يعني نحن أمام مشهدية في المستوى الرئاسي، في المستوى السلطة بشكل عام، يعني معطلة تماما. وهذا التعطيل يعرفوه الجميع، الناس تدافع الآن من خارج السلطة، من داخل السلطة تدافع عن موقع الرئيس، لتعرف أنها ستحاسب في يوم ما. وهي مدركة أيضا أن الطرف المعارض يقوى يوما بعد يوم، يشهد تعبئة جماهيرية تهبط للشارع التونسي اليوم، قد يكون مختلفا، نراه مع جبهة الخلاص، مع بعض الشخوص في جبهة الخلاص مما لا شك فيه، لكنه لم يعد معناها منسجما مع رئيس الجمهورية. نعم. ولم يعد معترضا أو معارضا شديدا لجبهة الخلاص وللمعارضة بشكل عام. هنالك طيف واسع من الرأي العام في تونس يلتحق بهذه المعارضات، لأنه أدرك بأنه أمام هاوية سحيقة قد تذهب به بعيدا في اتجاه المجهول في نهاية الأمر. والتونسي تعرف جيدا حسين لا يحب المجهول، يحب كما قلت صالح، هو التوصيف الدقيق. أكثر من أنه الطيف الواسع من الشعب التونسي يلتحق بالمعارضة، هو الآن ينزل من قطار سعيد، هذا المهم جدا. الآن المشهدية العامة كانت ناس واخذ القطار، الآن تبين أن هذا القطار، هذه الحافلة تسير بلا وجهة. الآن المطلب وقف، ستوب، ما عادش. دعني أضيف حسين لو سمحت، لابد أن ننتبه جيدا أن الرئيس سيدافع عن نفسه إلى آخر رمق في وجوده في السلطة. يعني من يدرك بأن الرئيس سيسلم ويقول تفضلوا هاو استقالتي، أو أنا بخرج من السلطة وتفضلوا هذه قصر قرطاج أمامكم، أنا أعتقد هذا غباء سياسي وسذاجة سياسي. سيدافع رئيس الجمهورية عن موقعه، عن رئاسة الجمهورية، عن خطواته، عن مشروعه بكل الشراسة الممكنة، وإن لزم الأمر إدخال كل من يعارضه إلى السجن، لا ريب في ذلك. أنا ما عنديش شك في هذا مطلقا، وهذا ما أسماه بالتصفية من مع الآخر صالح. نعم.